بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة النهاردة رقم 7 وعنوانها هو الويلدد كونكشن. احنا بنستكمل أعمال تصميم الوصلات اللي بدأناها من المحاضرة رقم 5. النهاردة هنتكلم عن آخر نوع من الوصلات في الكونسنتريك كونكشن، ألا وهي الويلدد كونكشن. نتكلم إن الوصلات اللحام اللي هي الويلدد كونكشن لازم تتم عن طريق ناس متخصصين ومتدربين على عمليات اللحام. عملية اللحام ممكن تبقى مانيوال وممكن تبقى اوتوماتيك. مانيوال يعني بيبقى فيه عامل ماسك الالكترود وبيعمل عملية انصهار للجزء اللي هيلحمه اللي هو البيز ميتال مع الالكترود وبيكون خط اللحام بتاعه. طبعا الجودة بتاعت اللحام هتعتمد على كفاءة العامل اللي بيعمل عملية اللحام. في نوع تاني من اللحام، في اوتوماتيك ويلدنج، عن طريق ان احنا بنحط القطع اللي عايزين نلحمها في بعض على ماشين، والماشين هي اللي بتقوم بعملية اللحام. فبالتالي طبعا اوتوماتيك ويلدنج هيبقى الجودة بتاعت اللحام اعلى، انه هيتم بشكل اوتوماتيك بعيدا عن الاخطاء اللي ممكن تتولد من حركة الايد في عملية المانوال ويلدنج. عندي أنواع اللحام، هنصنف اللحام تصنيفات مختلفة. هنبدأ أول نوع الويلدنج تايبس، في حاجة اسمها جروف ويلد وفي حاجة اسمها فيلت ويلد. هنتعرف بالتفصيل ايه الفرق ما بين الجروف ويلد والفيلت ويلد. هنتكلم برضو عن عمليات اللحام اللي هي الويلدنج بروسيس. في عندي 4 أنواع من عمليات اللحام. في حاجة اسمها شيل ميتال ارك ويلدنج، جاز ميتال ارك ويلدنج، سبمرجد ارك ويلدنج، فلكس كول ارك ويلدنج، وهنتكلم عن كل نوع فيهم برضو بالتفاصيل. برضو بنصنف اللحام حسب البوزيشن. ففي عندي الويلدنج بوزيشنز، ممكن يبقى فلات بوزيشن زي المنظر ده، ان بيبقى اللحام بيتم بشكل افقي وبيتم ان بتبقى القطعه اللي هلحمها محطوطه على ترابيزه افقيه، واقدر اعمل عمليه اللحام بشكل منتظم، ويعتبر اسهل انواع او افضل الويلدنج بوزيشنز هو الفلات ويلد. في ممكن يبقى حاجه اسمها اوفر هيد، نبقى القطعتين اللي بلحمهم في بعض موجودين بالأعلى، وبعمل اللحام من فوق دماغي كده اهوت، وعشان كده اسمه اوفر هيد. طبعا ده اصعب انواع الويلدنج بوزيشنز، وبيبقى محتاج لحام ذو كفاءه عاليه. في ممكن يبقى اللحام بتاعي هوريزونتال افقي او فيرتيكال. طبعا كل ما اللحام يكون فلات او هوريزونتال بيكون افضل، اما الفيرتيكال والاوفر هيد بيبقى لحام صعب شويه، يبقى محتاج كفاءة لحام عالية جدا. هنبدأ بأول نوع من عمليات اللحام اللي هو الشيلد ميتال ارك ويلدنج، اللي هو لحام القوس الكهربائي. اللحام بيتم باستخدام الكترود. الالكترود ده بيكون رد من الستيل او الواير، بيبقى مغطى بحاجة اسمها فلكس كوتينج. طبعا هو بيتكون سبارك، شرارة كهربائية ما بين الإلكترود والبيز ميتال. الشرارة الكهربائية دي بتساعد على انصهار جزء من الإلكترود وانصهار برضو جزء من البيز ميتال. لما بينصهر الإلكترود مع البيز ميتال بيتكون مولتن ويلدنج بول، اللي هو الحديد المنصهر، وبعد ما بيبرد الحديد بيتكون معدن جديد، وهو ده الهدف من عملية اللحام. ان انا بيبقى عندي قطعتين بلحمهم ببعض عن طريق ان انا بعمل انصهار لجزء من قطعه وانصهار لجزء من القطعه الثانيه، وكذلك انصهار للالكترود بيتكون فيلر ميتال، بيتكون ميتال جديد وبيبقى ملحوم مع البيز ميتال، وبالتالي بيتكون السطح الجديد ده اللي هو اللحام، اللي هو انا كده هوت اقدر اعتبر ان التو بيز ميتال بقوا قطعة واحدة عند منطقة اللحام. تمام. طبعا الالكترود بتاعي ده بيبقى محاط
بفلوكس كوتينج. الفلوكس كوتينج ده لما بيحصل عملية الانصهار هو اللي بيكون سلاج أعلى الجزء المنصهر، والسلاج ده هو اللي بيحمي الحديد من الأكسدة بعد ما أو أثناء اللحام، وكذلك لغاية لما الجزء المنصهر يبرد ويتكون الجزء المعدن الجديد. هو ده شكل الشيلد ميتال ارك ويلدنج. بنقدر نقول ان الشيلد ميتال ارك ويلدنج برضو بيسمى ان هو المانيوال او هاند ويلدنج. خلاص، بيتكون الكتريك ارك ما بين الالكترود والبيز ميتال، وده قلنا الالكتريك ارك دي هي اللي بتساعد على انصهار جزء من الالكترود والبيز ميتال عشان يتكون المعدن الجديد. الالكترود بيبقى عبارة عن فيلر ميتال، هو اللي بيخش بيملى الجزء ما بين التو بيز ميتالز، وهو اللي بيكون المعدن الجديد اللي هيلحم التو بيز ميتالز ببعض. تمام، اثناء انصهار الالكترود زي ما اتفقنا بيبقى فيه فلوكس. الفلوكس ده بينصهر بيطلع غازات، الغازات دي بتحمي الحديد اثناء عملية اللحام من الأكسدة، وكذلك هو بيكون طبقة السلاج اللي بتبقى على سطح اللحام، ودي اللي بتحميه من الأكسدة أو الصدى بعد عملية اللحام. تاني نوع من عمليات اللحام اللي هو الجاز ميتال أرك ويلدينج. ده بيعتبر أو نوع اللحام ده يعتبر أسرع وأكثر ايكونوميك من باقي انواع اللحام او باقي عمليات اللحام. هو بيتكون من ان انا بيبقى في عندي ويلدنج جان يعني اللي هو المسدس اللي بيلحم بيه. الويلدنج جان ده بيبقى ليه مخرجين، مخرج بيخرج منه الواير اللي هو الالكترود اللي هو هينصهر، اللي هو نتيجة الالكتريك سبارك اللي هتتكون ما بين الالكترود والستين ميتال، ومخرج تاني بيخرج منه غاز يبقى غالبا غاز ثاني اكسيد الكربون، بحيث ان هو يحمي الحديد من الاكسده او الصدى اثناء عمليه اللحام. تمام، فعشان كده حتى اسمه جاز ميتال ارك ويلدنج، يعني اثناء عمليه اللحام بالارك ويلدنج في جاز بيخرج بيحمي الحديد بتاعي من الاكسده اثناء عمليه اللحام. الواير او الالكترود ده بيتم تغذيته عن طريق فيدر. تمام، فهو الواير او الالكترود بيبتدي يتحرك بشكل اوتوماتيك من الجن ويروح للمنطقه اللي بيحصل فيها الانصهار. فبالتالي انا اقدر استخدم النوع ده من عمليات اللحام في الاوتوماتيك ويلدنج او السيمي اوتوماتيك ويلدنج. تالت نوع من أنواع اللحام اسمه Submerged Arc Welding، وده عشان يتم يبقى لازم هتبقى الميثودز اللي أنا هستخدمها هي أوتوماتيك أو سيمي أوتوماتيك ميثودز. تمام، الفكرة بتاعت اللحام إن أنا بيبقى عندي ماشين بالمنظر ده، يبقى ليها مخرجين، المخرج الأولاني اللي بينزل منه الحبيبات الفلوكس، والمخرج الثاني هو الإلكترود. بيتم تغذية الإلكترود بشكل كونتينوس بشكل مستمر، فبالتالي ده مناسب جدا في عمليات اللحام الأوتوماتيك والسيمي أوتوماتيك. الفكرة كلها إن أنا الفيدر الأولاني أو المخرج الأولاني بينزل منه حبيبات الفلوكس اللي بتغطي المنطقة اللي هيتم فيها اللحام، فبالتالي لما يحصل عملية اللحام عند الالكترود ما بين الالكترود وما بين البيز ميتال، اللحام كله هيتم اسفل حبيبات الفلوكس او تحت حبيبات الفلوكس، او بيبقى مغمور بحبيبات الفلوكس، عشان كده هو اسمه Submerged Arc Welding. تمام، طبعا اللحام بيتم تحت الحبيبات بتاعت الفلوكس، فبالتالي بيبقى مغطى وبيبقى محمي، فبيبقى كفاءة اللحام بتبقى عالية جدا، وبيبقى برضو الحماية بتاعت اللحام بتبقى بتتم بشكل كويس. طبعا الحبيبات الفلوكس بتنصهر مع اللحام وبتكون طبقة السلاج اللي هي بتغطي منطقة اللحام وبتحميه من الأكسدة. طبعا عشان يتم عملية السبمرجد ارك ويلدنج لازم تبقى الوصلة
او المنطقه اللي هعمل فيها اللحام تبقى flat او horizontal positions. يبقى submerged arc welding only for flat and horizontal positions. بقدر احصل على deeper weld penetration than other process. طبعا زي ما قلنا الالكترود بيتم تغذيته بشكل مستمر، فبالتالي هي مناسبه جدا للاوتوماتيك والسيمي اوتوماتيك ميثودز. من عمليه اللحام هو الفلكس كور ارك ويلدنج، هو شبيه بالجاز ميتال ارك ويلدنج. يعني الجرن الويلدنج جرن بتبقى عباره عن ليها مخرجين، مخرج بيبقى فيه الالكترود بيتم تغذيه الالكترود، وممكن يتم تغذيه الالكترود ده بشكل مستمر وبشكل اوتوماتيك. فبالتالي اقدر استخدم عمليه اللحام دي في الاوتوماتيك ويلدنج او السيمي اوتوماتيك ويلدنج. والمخرج الثاني اللي هو بيخرج منه الغاز، وغالبا بيكون غاز ثاني اكسيد الكربون علشان يحمي اللحام من الاكسده. لكن الاضافه هنا هوت عن الجاز ميتال ارك ويلدنج ان الالكترود نفسه بيتكون من هولو واير، بيبقى عباره عن ماسوره مجوفه. الهولو واير دي الجدار الخارجي بتاعها هو الالكترود نفسه، هو الستيل رود اللي هينصهر وهيكون لي النيو ميتال. والجزء الداخلي من الهولو كور ده بيبقى موجود فيه الحبيبات بتاعه الفلكس اللي هي بتنصهر وبتطلع غاز بيحمي اللحام، بيحمي الجزء المنصهر اثناء عمليه اللحام، وكمان بيكون طبقه الاسلاج اعلى اللحام اللي بتحميه بعد ما تنتهي عمليه اللحام. فكل الفرق ما بين الفلكس كور ارك ويلدنج والجاز ميتال ارك ويلدنج ان الالكترود نفسه بيبقى هولو وبيبقى جواه فلكس اللي هو داخل الكور بتاع الواير. تمام. فطبعا يميز بقى العمليه دي عن الجاز ميتال ارك ويلدنج ان انا اقدر اعملها في مكان مفتوح، لان لو في حركه هواء الغاز اللي بيخرج من الجن لو هيتأثر بحركة الهواء، فا اوريدي الالكترود نفسه في فلكس بينصهر مع اثناء عملية اللحام وبيحمي اللحام بجانب الغاز لو هو مش موجود. طيب عايزين نتكلم عن الالكترود اللي انا عملت بيه عملية اللحام، وهل الميكانيكال بروبرتيز بتاعت الالكترود دي لازم تتوصف؟ وطبعا اكتر حاجه تهمنا في الميكانيكال بروبرتيز هي الالتيميت سترينث او اليلد سترينث، هل ده لازم يتوصف ولا لا؟ طيب انا دلوقتي مثلا لو عندي التو بيز ميتال ستيل 37 وعملت لهم عمليه اللحام، طبعا عمليه اللحام دي ان انا بيبقى فيه الكترود بينصهر مع جزء من البيز ميتال وبيتكون لي معدن جديد. طيب المعدن الجديد ده هل السترينث بتاعه مش لازم يبقى قريب من البيز ميتال؟ يعني وانا مستخدم ستيل 37 يبقى انا لازم استخدم الكترود التنسايل سترينث بتاعته قريبه من التنسايل سترينث بتاعت الستيل 37، او لو انا هستخدم بيز ميتال ستيل 52 يبقى انا لازم استخدم الكترود تاني التنسايل سترينث بتاعه قريب من الستيل 52. تمام. فمن هنا لازم اوصف نوع الالكترود اللي هستخدمه في انواع في الويلدنج بروسيس المختلفه اللي اتكلمنا عليهم. تمام. طب بنوصف الالكترود ازاي؟ بنيجي بنقول اي اللي هو المقصود بيه الالكترود، وبنكتب جنب الاي اربع ارقام اللي هو الخانه A والخانه B والخانه C والخانه D. خانه C وخانه D اخر خانتين دولت ليهم علاقه بالويلدنج بوزيشنز ونسبه الهيدروجين الموجوده في الالكترود او الرطوبه اللي في الاريا اللي حوالين عمليه اللحام. فاخر خانتين دولت مش ريليتد لحاجه ستراكشر شويه، فمش هنتكلم عليهم قوي، لكن يهمني الخانتين اللي في الاول دولت. لازم اوصف نوع الكترود، احط مواصفات لنوع الكترود التنسايل سترينث بتاعه قريب من التنسايل سترينث بتاع البيز ميتال. ف
فبالتالي اول خانتين دولت هما اللي يهمونا، اللي هما بيبقوا A او A و B دولت. احيانا بنقول انا هستخدم الكترود E60 او E70، تمام. E60 دي معناها ان المينيمم تنسايل سترينث بتاع الالكترود 60 كيلو باوند بير سكوير انش، اللي هي 4.2 طن على سنتيمتر سكوير. لو انا هستخدم اي 70 يبقى ده التنسايل سترينث 4.9 طن على سنتيمتر سكوير. يبقى انا لو انا بستخدم شيلد ميتال ارك ويلدنج لازم اكتب كده على اللوحه ان انت لازم تستخدم الكترود اي، هنكتب جنب الاي ايه بقى؟ لو انا حديد 37 هستخدم اي 60، لو انا حديد 52 او 44 هستخدم اي 70. يبقى لازم اكتب كده في اللوحه من الجنب ان انت هتستخدم اي 60، والخانتين التانيين بسيبهم فاضيين او بحط مكانهم كده اكس واكس، ان انا سايبهم للورشه او للمصنع هو اللي يحطهم حسب شكل الويلدنج بوزيشن بتاعته، حسب بقى ايه العوامل المختلفه بتاعت عمليات اللحام، تمام. لو انا بستخدم جايز ميتال ارك ويلدنج فنفس الكلام، انا اي ار دي لو انا هستخدم رود اف يوزد فور جي تي اي دبليو، اول خانتين هم دول برضو اللي يهموني اللي هي اي وبي، هو دول اللي لازم اوصفهم. فانا مثلا لو انا هستخدم جايز ميتال ارك ويلدنج بس، يبقى انا هكتب برضو اي واي وبي دولت هوصفهم سواء كان 60 او 70 حسب نوع الستيل المستخدم والمينيمم تنسايل سترينث اللي انا محتاجها في نوع الالكترود. سبميرجد ارك ويلدنج بكتب اف المقصود بيه الفلكس اللي بيستخدم مع سبميرجد ارك ويلدنج، ونفس الكلام اول خانه دي هي اللي تهمني اللي هي اي دي، سواء هكتب بقى اف 60 او اف 70 حسب نوع البيز ميتال اللي هستخدم اللي موجود، وبالتالي حسب نوع المينيمم تنسايل سترينث بتاع الالكترود اللي هستخدمه. نفس الكلام لو فلكس كور ارك ويلدنج اكتب اي واي دي 60 او 70. يبقى انا مهم جدا ان انا اوصف نوع الالكترود اللي هستخدمه، ولازم يبقى ماتشنج مع البيز ميتال بتاعي. الجدول ده موجود في الكود، تمام، وهو بيقول لك لو انت ستيل 37 او ستيل 44 او ستيل 52 وحسب الويلدنج بروسيس المختلفه، فبيوصف لك لو انت هتستخدم سبمرجد ارك ويلدنج الكترود اي 60 فالمينيمم ييلد سترينس والمينيمم تنسايل سترينس هي دي الارقام بتاعتي، تمام. فالجدول ده في الكود بيساعدنا برضو او بيحدد لنا المينيمم ييلد سترينس والمينيمم تنسايل سترينس حسب نوع الويلدنج بروسيس وحسب نوع الستيل اللي انا مستخدمه. كنا احنا قسمنا عمليه اللحام لحاجه اسمها لنوعين من اللحام تو ويلدنج تايبس، حاجه اسمها جروف ويلد وحاجه اسمها فيلت ويلد. جروف ويلد اللي هو ممكن يبقى full penetration weld او partial penetration weld. groove weld يعني انا بعمل ايه؟ بيبقى عندي steel plate بالمنظر ده، بعمل تشكيل او بشطف او بعمل chamfering لنهايه البليت، وبعمل عمليه اللحام هنتكلم عليها في التفاصيل، هو ده المقصود بيه groove weld. اما في الفيلت ويلد اللي هو اللحام الزاوي او اللحام الكورنر، تمام، ان انا بيكون عندي كورنر ما بين تو بيز ميتالز، كورنر ما بين التو بيز ميتال، وبعمل باس من اللحام فبكون اللحام الزاوي ده اللي هو فيلت ويلد، تمام. الجروف ويلد ممكن يبقى فول بنتريشن، يعني عملية الانصهار وعملية اللحام بتتم بكامل تخانة البيز ميتال، او بارشال بنتريشن ان عملية اللحام او عملية الانصهار بتتم لجزء من البليت كله. طيب نتكلم على الجروف ويلد بالتفصيل، ان انا بيكون عندي تو بيز ميتالز بالمنظر ده، ممكن يبقى التو بيز ميتال قصاد بعض وده بنسميه لحام تقابلي او بات ويلد، وممكن لا ممكن يبقى التو بيز ميتالز دولت عموديين على بعض، تمام. طيب بتتم عمليه الجروف ويلد بقى في الحاله دي ازاي؟
اول حاجه بعمل تشكيل في نهايه البليت، طبعا التشكيل ده حسب تخانه البليت عشان اقدر اعمل عمليه اللحام بشكل كويس. طيب وبعد ما بعمل شامفرنج لنهايه البليت بعمل ويلدنج باس. تمام، الويلدنج باس ده السايز بتاعه بيتحدد حسب الدايمتر بتاع الالكترود والويلدنج سبيد وسرعه اللحام، وكذلك برضو الفولتج وظبط الفولتج والامبير بتاع ماكينه اللحام. تمام، طيب كونت الويلدنج باس ده يعني بيحصل ازاي؟ زي ما اتفقنا بيحصل انصهار نتيجه القوس الكهربائي ما بين الالكترود وجزء من البيز ميتال اليمين والشمال. لازم الجاب ده اللي ما بين التو ميتال يبقى بدرجه معينه بحيث ان الالكترود لما يعمل القوس الكهربائي ما بين التو ستيل بليتس يحصل انصهار للتو ستيل بليتس مع بعض. طبعا بيحصل انصهار لجزء من الستيل بليت الشمال والستيل بليت اليمين والالكترود، وبيتكون فيلر ميتال جديد. طبعا الفيلر ميتال الجديد ده الميكانيكال بروبرتيز بتاعته هتبقى يعني ما بتبقاش محدده، لان هي بتعتمد على الميكانيكال بروبرتيز بتاعت الالكترود وكذلك الميكانيكال بروبرتيز بتاعت التو بيز ميتال. بس لازم استخدم الكترود التنسايل سترينث بتاعته يبقى ماتشنج مع التنسايل سترينث بتاعت البيز ميتال عشان احصل على فيلر ميتال التنسايل سترينس بتاعه قريب من البيز ميتال. طيب كونت اول باس من اللحام، بعمل تو باسز تانيين. تمام، طبعا النمبر اوف باسز دي بتعتمد على السايز بتاع الوان باس اللي احنا قلنا بيعتمد على الدايمتر بتاع الالكترود وسرعه اللحام والامبير والفولتج، وبرده النمبر اوف باسز بتعتمد على السيكنس بتاعه البيز ميتال. هل هي سيكنس صغير ممكن عمليه اللحام دي تتم في وان باس، ولا سيكنس كبير فممكن تتم في اكثر من باس. تمام، طيب عملت انذر باسز لغايه لما ابتدى يتكون شكل اللحام. تمام، بكرر عمليه اللحام الباسز من اللحامات دي في الجزء السفلي، وبالتالي بيتكون معايا الشكل اللحام النهائي ان انا بيبقى عندي في جزء في فيلر ميتال وجزء يمين وشمال اللي هو البيز ميتال. تمام، طبعا واضح من اللي احنا قلناه او من الشرح بالتفاصيل في عمليه الفول بنتريشن ويلدنج دي او الجروف ويلد ده، ان انا اتكون عندي ماتيريال جديده اللي هي الفيلر ميتال ده غير الماتيريال القديمه اللي هي البيز ميتال. تمام، طيب احنا من اللي شفناه من الجدول ومن السترينث بتاع الفيلر ميتال ده ان هو بيبقى الميكانيكال بروبرتيز بتاعته او التنسايل سترينث بتبقى اعلى من او بتساوي التنسايل سترينث بتاع البيز ميتال. فبالتالي في عمليه التصميم بتاعه الجروف ويلد او الفول بنتريشن ويلد او البات ويلد ده ما بحتاجش ان انا اعمل تصميم لحاجه او اعمل تشيك لحاجه غالبا. ليه؟ لان انا لو كان البيز ميتال بتاعي يحقق او سيف ان هو يشيل التنشن فورسز، فبالتالي اكيد الفيلر ميتال ده هيكون سيف ان هو يشيل التنشن فورسز. ليه؟ لان التنسايل سترينث عند مكان اللحام اللي هو الفيلر ميتال بتبقى اعلى من التنسايل سترينث بتاعه البيز ميتال. تمام، فبالتالي او غالبا ما بنعملش تشيك على اللحام لو كان نوع اللحام ده جروف ويلد او فول بنتريشن ويلد او بات ويلد. تاني بنأكد ان الميكانيكال بروبرتيز بتاعت او تنسايل سترينث بتاع للفيلر ميتال او عند منطقة اللحام بتبقى اعلى من او بتساوي التنسايل سترينث بتاع البيز ميتال، وبالتالي احنا بنحتاجش نعمل تشيك على اللحام لو كان او عند منطقه الواسطه بتاعه اللحام لو كان هو جروف ويلد او بات ويلد. تمام، بناكد برضو ان احنا بنحتاج نجهز الواسطه او بنجهز نهايات البليتس اللي هنعمل عندها اللحام
تمام، ولازم نحدد على اساسها اذا كنت هحتاج باكنج باورز او ولا لا، احدد الروت اوبننج، احدد الجروف انجل، سواء كان اللحام ده بات ويلد زي ما اتفقنا او عباره عن تو بليتس بيربنديكولار على بعض، تمام. وبرضو لو هحتاج سبيسر بار، كل ده لازم يتحدد قبل ما ابدا او قبل ما اعمل عمليه اللحام، سواء كان فول بنتريشن ويلد او بارشل بنتريشن ويلد. طبعا الحاجات دي موجوده فين او بتتحدد ازاي، وعمليه الشامفرنج اللي هعملها وشكلها موجود في الكود بتاعنا ومتوصف بشكل كويس. زي ما اتفقنا ان عملية التجهيز بتاعة نهاية البليتس ممكن ابقى مش محتاج اعمل اي تجهيز، فبيبقى شكل اللحام بالمنظر ده بنسميه سكوير. ممكن يبقى سنجل في ان انا بعمل شطف البليت من ناحية واحدة، ممكن يبقى دبل في، ممكن يبقى سنجل بيفل دبل بيفل، سنجل يو دبل يو، سنجل جي دبل جي، فلير بيفل دبل بيفل، تمام. طب هختار اني شكل من دولت، يعني هجهز نهايات الستيل بليت بانهي شكل من دولت عشان ابدا عمليه البات ويلد او الجروف ويلد. بنلاقي ان هنا عندنا جدول، الجدول ده برضه موجود في الكود، بنحدد شكل النهايه البليت وتجهيز البليت بيبقى غالبا حسب السايز بتاع البليت، تمام. هتلاقي مع كل شكل من دولت متحدد انا لازم اقدر استخدمه من اول سيكنس كام. يعني مثلا الشكل رقم 4 ده اللي هو سنجل في بات ويلد ويز باكنج بار، ده الجاب المسافه بقى في حدود من 3 الى 5 مللي، وده اقدر استخدمه لسيكنس اب تو 25 مللي. 25 مللي، يبقى انا اكتر من 25 مللي مش هقدر استخدم الشكل ده او ان انا اجهز النهايات الستيل بليتس بالشكل ده. هشوف بقى ايه الاشكال التانية، وزي ما قلنا ده متوصف في الكود ونقدر نخش عليه نعرف هجهز نهايات الستيل بليتس بشكل عامل ازاي علشان ابدا عمليه اللحام. زي ما قلنا ان في الجروف ويلد لازم استخدم الكترود with F ultimate match مع البيز ميتال. مثال لو انا بستخدم ستيل 37 اف التيمت 3.6، يبقى انا هستخدم الكترود الاف التيمت بتاعته ب 4.15 طن على سنتيمتر سكوير. طبعا واضح ان الالكترود الالتيمت سترينث بتاعه اعلى من البيز ميتال، تمام. طيب بعمل تشيك او بحسب الار نومينال بتاعت اللحام ازاي؟ فبنقول الفاكتور اوف سيفتي في الار نومينال بتساوي 0.85 التخانه في الاف فيلد، تمام. الاف فيلد طبعا اللي انا بستخدمها هنا هي الاف فيلد بتاعت البيز ميتال، فبالتالي هي المقاومه عند مكان اللحام كتنسايل كتنشن ستريسز او حتى كومبريشن ستريسز هي نفسها تقريبا المقاومه عند للبيز ميتال. فبالتالي لو كان البيز ميتال، لو انا بصمم انجل او سنجل انجل او دبل انجل عليها تنشن فورس هي سيف ان هي تتحمل التنشن فورسز دي، لو انا الدبل انجل دول اتعامل فيهم بات ويلد، يعني هي متكونه في الاصل من تو انجلز وانا عملت عمليه لحام للتو انجلز دولت باستخدام بات ويلد او نوع لحام بات ويلد او جروف ويلد او فول بنتريشن ويلد، فبالتالي انا ملهاش لازم ان اعمل تشيك عند مكان اللحام، لان لو كان البيز ميتال سيف فبالتالي اللحام بتاعي سيف. الفيلت ويلد هنتكلم برضو عنه بالتفصيل. هو يعتبر الفيلت ويلد ارخص واسرع من الجروف ويلد، كذلك عملية الانسبكشن او التفتيش على اللحام الفيلت ويلد اسرع وارخص من الجروف ويلد. فبالتالي انا يفضل ان انا اتجه ان انا دايما لو انا عندي جزئين عايز الحمهم مع بعض اتجه لان انا اعمل فيلت ويلد عن جروف ويلد، تمام. لكن طبعا في بعض الوصلات بضطر ان انا اعملها جروف ويلد بسبب السيفتي او لاسباب تانية هنبقى نتكلم عليها بقى بالتفاصيل بعد كده، زي لو كانت الوصله معرضه لدايناميك لودنج او فتيج لودنج، تمام. طيب الفيلت ويلد بقى بيتم ازاي؟
هنا بيبقى عندي مثال انجل وادي جاسب بليت، وعايز الحم الاثنين مع بعض، الانجل مع الجاسب بليت. طبعا الانجل معرضه للفورس، فبالتالي عايز انقل الفورس من الانجل للجاسب بليت. هنعمل ايه؟ هنعمل عمليه لحم اللي هو فيلت ويلد، ان انا الالكترود بيتحرك في المسار الطولي ده، وهو بيتحرك بيعمل انصهار لجزء من البيز ميتال اللي هو البليت، كذلك الجزء الثاني من البيز ميتال هي الانجل. وطبعا اثناء حركته واثناء عمليه الانصهار اللي بيعملها للبيز ميتال، الالكترود نفسه بيحصل له انصهار، فبيتكون فيلر ميتال في الجزء ده. شكل الفيلر ميتال اللي بيتكون حاجه بالمنظر ده. الفيلر ميتال ده ليه سايز اسمه اس، وليه طول اسمه ال. طيب عايزين كده نقرب اكتر من اللحام ونشوف شكل الاستريسز عليه عامله ازاي. انا عندي انجل، عايز انقل الانجل دي او الفورس اللي في الانجل دي من الانجل للجاسب بليت. فهي الاول هتتنقل من الانجل هتروح للحام، ومن اللحام هتتنقل للجاسب بليت. اللحام بقى معرض لايه؟ تعال نبص كده للاسطح المهشره دي. السطح المهشر ده اللي هو الرأسي، اللي هو عنده هيتنقل الفورس من الانجل للحام. الجزء ده معرض لايه؟ معرض لشير ستريسز، غير في البات ويلد او جروف ويلد اللحام كان معرض لتنشن ستريسز. انا المره دي لا، انا عندي اللحام معرض لشير ستريسز. وبرده عشان تتنقل الفورس من اللحام من الفيلت ويلد ده تروح للبيز ميتال، برضه هتتنقل عن طريق الجزء المهشر الافقي ده، وبالتالي برضه الجزء ده معرض لشير ستريسز. فالسترينث بتاع عند منطقه اللحام نتيجه الفورسز اللي جايه عليه، او السترينث بتاع الفيلت ويلد ده هيبقى اقل شويه من السترينث بتاع البات ويلد، وده بسبب ان الستريسز المعرض ليها اللحام الفيلت ويلد هي بتبقى شير ستريسز وليست تنشن ستريسز. تمام. من هنا عشان نحسب الريزيستنس بتاعت اللحام اللي هو لو كان هو فيلت ويلد، هو عباره عن الشير ريزيستنس عند سطح الاتصال ما بين الفيلت ويلد والبيز ميتال. سطح الاتصال ما بين الفيلت ويلد والبيز ميتال بنسميه الفيوجن فيس. فانا هحد اطلع الشير سترينث عند الفيوجن فيس واضربها في الاريا بتاعت اللحام عند الفيوجن فيس دي، يبقى هي دي اقصى قوه يقدر يتحملها اللحام. تمام، او تقدر تتحملها الوصله. طيب المساحه عند الفيوجن فيس دي اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي احنا كنا مهشرينها من شويه في السلايد اللي قبليها، اللي هي عبارة عن السايز بتاع اللحام في طول اللحام. تمام، يبقى هي دي كده الاريا. طيب والشير ريزيستنس عند الفيوجن فيس بناخدها بتساوي كام؟ بناخد الشير ريزيستنس بتساوي 0.4 اف الت. يبقى انا السترينث او اقصى فورس يقدر يتحملها اللحام الفيلت ويلد هو عبارة عن 0.4 اف التمت، دي اقصى شير سترينث، مضروبا في الاريا عشان احولها لفورس. مين الاريا في الجزء ده؟ هي عباره عن الاس اللي هو السايز بتاع اللحام في ال اللي هو طول اللحام. تمام، او نقدر نقول ان المقاومه بتاعت اللحام بير يونت لينث اللي هي فاي في ار التيميت بتساوي الفاي اللي هو الفاكتور اوف سيفتي، بناخده 0.7 في الاس اللي هو السايز بتاع اللحام مضروبا في الشير ريزيستنس اللي هي 0.4 اف ار. ده كده الريزيستنس بير يونت لينث. تمام، لو عايز احسب الريزيستنس للوصله كامله اضرب بقى في الايه؟ في طول اللحام اللي هو ال L. الستيفنس بتاع اللحام او السايز بتاع اللحام ده هل ليه مينيمم وماكسيمم؟ وكذلك طول اللحام هل ليه مينيمم او ماكسيمم؟ اه، بنقول بقى ان المينيمم سايز بتاع اللحام الفيلت ويلد بيساوي 4 مللي لو كانت السيكنس بتاعه البيز ميتال اقل من او بيساوي 6 مللي. المينيمم سايز 5 مللي لو كان السيكنس بتاعت البيز ميتالز
من 6 ل 12 مللي. لو السيكنس بتاعت البيز ميتالز من 12 الى 18 مللي يبقى المينيمم سايز 6، اكتر من 18 مللي يبقى المينيمم سايز 8. يبقى المينيمم سايز بتاع اللحام بيعتمد على السيكنس بتاعت البيز ميتالز. تمام، طيب ده بالنسبه للمينيمم سايز. هل في ماكسيمم؟ اه في ماكسيمم طبعا، لازم السايز بتاع اللحام ما يزيدش عن تخانه البيز ميتال. يعني ما ينفعش انا يبقى عندي بيز ميتال مثلا تخانته هنا مثلا 10 مللي وهنا 8 مللي، وانا اعمل سايز بتاع اللحام مثلا 12 مللي او حتى 10 مللي يكون اتخن من البيز ميتال دي، ما ينفعش. تمام، فبالتالي الماكسيمم سايز بتاع اللحام هو عباره عن التخانه المينيمم من التو بيز ميتال. طبعا ده لو كان السايز اقل من التخانه اقل من او بيساوي 6 مللي، لو اكبر بنقول عباره عن التخانه واطرح منها مللي ونص. ده بالنسبه للسايز بتاع اللحام مينيمم وماكسيمم. بالنسبه بقى للطول بتاع اللحام، هل ليه مينيمم وليه ماكسيمم؟ اه، اقل طول لحام يعني لو انا عندي وصله وبعمل فيها لحام، اقل طول هو 50 ملي متر او 4 مرات السايز. تمام، ايهما اكبر؟ وغالبا بيبقى ال 50 مللي هي الاكبر. يعني من هنا لو انا بعمل عمليه لحام او بصمم اللحام وحددت الطول بتاعه، طلع مثلا انا محتاج كل الحكايه 40 مللي طول لحام، لا ده انا عندي مينيموم اللي هو ايه 50 مللي. يبقى مينيموم لينس للحام، مينيموم طول للحام 50 مللي او 4 مرات التخان السايز. هل اللحام ده ليه ماكسيمم؟ ليه طول ما يزيدش عن رقم معين؟ اه، بنقول ان الماكسيمم لينث اوف ذا فيلت ويلد ما يزيدش عن 70 مره السايز بتاع اللحام، 70 الاس. يبقى طول اللحام لازم ما يزيدش عن 70 السايز بتاع اللحام. تمام، طبعا لو انا الفورسز طلعت معايا كبيره جدا لدرجه ان انا محتاج لحام طوله اكبر من 70 اس، بنعمل لحام متقطع الترميتيد. يعني بعمل جزء وجزء اخر وجزء اخر واسيب بينهم مسافات. ممكن يبقى الثلاث اجزاء دولت اطولهم اكتر من ال 70 اس دي. تمام، بس يبقى انا بجزأ اللحام بتاعي. طيب عايزين نصمم الفيلت ويلد. طب هنصمم اللحام ده ازاي؟ تمام، طب يعني ايه نصمم اللحام؟ طبعا واضح ان احنا كلمة نصمم يعني عايزين نحدد السايز بتاع اللحام.
ونحدد طول الحاجة، هو ده الهدف من التصميم. طيب عشان نعمل الحكاية دي ازاي؟ نشوف مع بعض المثال ده. انا عندي انجل، الانجل دي كونكتد بجاسد بليت، ممكن الانجل دي تبقى سنجل انجل او دبل انجل، تمام. وطبعا اللحام بيتم ما بين الانجل والجاسد بليت في الكورنر اللي ما بينهم ده، واللحام هنعمله فيلت ويلد زي ما اتفقنا. طيب طبعا مكان اللحام فين؟ واضح ان مكان اللحام مع نهاية الليج بتاعت الانجل من فوق، ومع الكورنر اللي ما بين الليج التانية والجاسد بليت، تمام. ممكن يبقى هنا في لحامين زي المنظر ده لو هو دبل انجل، او لحام واحد لو هي سنجل انجل، وهكذا فوق. طيب المفروض ان الانجل دي عليها او فيها تنشن فورس او كومبريشن فورس، وعايزين التنشن فورس او الكومبريشن فورس دولت طبعا ماشيه او مكان تواجدها هو السي جي بتاع الانجل. طيب عايزين نحلل القوه دي بحيث نحولها لقوتين اف 1 واف 2، ومكان اف 1 واف 2 عند مكان اللحام، تمام. طيب يبقى انا عندي قوه او الانجل دي فيها قوه، فيها فورس اسمها في التيميت، تمام، وعايزين نحللها لقوتين عند مكان اللحام، تمام. اكيد طبعا اللحام اللي تحت ده الفورس فيه هتبقى اكبر من اللحام اللي فوق، لان مكان تواجد الفورس دي اللي هي الفي التيميت قريبه من الليج اللي تحت، تمام، لان السي جي بيبقى قريب من الليج، بيبقى على مسافه اي من الليج اللي تحت، فبالتالي انا متوقع ان الفورس دي اللي هي اف 1 هتطلع اكبر من اف 2. طيب نحسب اف 1 واف 2 ازاي؟ ستراكشر زي ما كان بيبقى عندنا بيم، والمكان اللي حامل تحت واللي حامل فوق هو السبورت اللي فوق، هو سبورت فوق سبورت تحت، والبيم دي بيم رأسية يعني عليها قوة اسمها V، والفي دي على بعد مسافة من نهاية البيم اسمه E، والبعد التاني اللي هو عبارة عن الـ A ماينس الـ E هو البعد ده، تمام. فلو عندي بيم معرضة لقوة V، التور أكشنز بيساوي إيه؟ زي يعني ما اتعلمنا في الاستراكشر إن الرياكشن هو عبارة عن الفورس في البعد البعيد على البعد الكلي، فبالتالي القوة F1 دي هتساوي الـ V في البعد البعيد اللي هو A ناقص E على البعد الكلي اللي هو A. نفس الكلام F2 دي هتساوي الفورس اللي هي V في البعد البعيد اللي هو E على البعد الكلي اللي هو A، يبقى F2 بتساوي V في E على A. يبقى أنا أول حاجة هجيب الفورسز في اللحام اللي فوق واللحام اللي تحت. طب وانس إن أنا جبت الفورس، احنا عارفين ان المقاومه بتاعت اللحام هي عباره عن الاريا في بوينت 4 اف التيميت في الفاكتور اوف سيفتي، والاريا عباره عن ايه؟ الاس في ال. طيب يعني خلينا نقول بشكل تاني، المفروض ان الفورس لما اقسمها على الاريا في الاف 1 دي، يعني لما اقسمها على الاريا بتاعت اللحام، مين الاريا بتاعت اللحام؟ اللي هو ال 1 في الاس، اللي هي ال 1 في الاس، هضرب في ان، ان ده بيساوي 1 لو انا سنجل سايد، واتنين لو انا دبل سايد من اللحام، تمام. يبقى المفروض ان الفورس على الاريا بتاعت اللحام اللي هي ال في اس في ان، يعني في واحد او في اتنين حسب النمبر اوف ويلد سايدز، تمام. ده المفروض يكون دي ده كده ده الاكتوال ستريسز قسمت فورس على الاريا، تمام. ده المفروض يكون اقل من او بيساوي الالاوبل. كام الالاوبل؟ اللي هو فاي فاكتور اوف سيفتي في بوينت 4 في اف ار. هي دي بمنتهى البساطه التشيك بتاعنا او الحسبه بتاعتنا، الاكتوال ستريس تكون اقل من او بيساوي الالاوبل ستريس. طيب انا هساويهم ببعض وهحسب ال لوحدها، وهودي الاف والان في اس الناحيه الثانيه. من هنا انا طول اللحام اللي انا عايزه اللي هي ال1 افكتيف بتساوي الفورس على ان في اس في فاي في بوينت 4 اف ار، تمام. طيب الاس طبعا اللي هو السايز بتاع اللحام. طب انا مش عارف سايز اللحام، فانا اول حاجه هعملها ان انا هفرض السايز بتاع اللحام. هفرضه على اساس ايه؟ على اساس المينيموم والماكسيموم اللي اتكلمنا عليه، تمام. ناخده قيمه في النص، تمام. طبعا المينيموم بتاعي اللي هو 5 مللي، والماكسيموم بتاعي اللي هو التخانه الاقل
ما بين الجاس بليت والانجل، تمام؟ هفرض السايز بتاع اللحام وليكن 5 مللي، يبقى انا فرضت السايز بتاع اللحام، ومن المعادله دي هقدر اجيب ال الافكتيف اللي هي الفورس على ان في اس. ان دي لو انا واحد فور سنجل انجل، 2 فور دبل انجل، اس اللي هو السايز بتاع اللحام، و 5.4 اف التيميت بتاعت الستيل بليت، تمام؟ دي ال الافكتيف. احسب ال اكتوال اللي الحقيقيه اللي احنا اتفقنا هنزود على ال الافكتيف اس يمين واس شمال، تمام؟ فالواحد اكتوال بيساوي الواحد افكتيف بلس 2 اس. يبقى من هنا انا جبت ايه؟ طول اللحام. يبقى هي دي المعادله اللي انا بس محتاجها ان انا بجيب بيها طول اللحام. ال actual بتساوي اف 1 على ان في اس في 5.4 اف التيميت، واجمع عليها 2 اس. ده بالنسبه لي الواحد. طب ال 2 نفس الكلام، بس بدل ما هستخدم الفورس عندي هي اف 1، لا الفورس عندي هي مين؟ اف 2. من هنا جبت طول اللحام ال 1 وال 2. هو ده تصميم اللحام بمنتهى البساطه. يعني نشوف مع بعض المثال ده. عندي انجل او تو انجلز سوري 80 في 60 في 10، ومديك او دخلنا على الجداول، جبنا ارتفاع الانجل وجبنا الاي بتاعتها، وده وجبنا تخانه الجاس بليت اللي هي 10 مللي، وعايزين نصمم الويلد اللي ما بين الانجل او التو انجلز والجاس بليت، تمام؟ ومديني ان الفورس اللي هي تي التيميت دي 55 طن، والستيل المستخدم ستيل 37 with F ultimate تساوي 3.6 طن على سنتيمتر سكوير. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة هجيب الفورس اللي على اللحام F1 ده وعلى اللحام F2. يبقى انا عايز اجيب الفورس على اللحام ال1 والفورس على اللحام ال2. انا عندي هنا فورس اسمها T ultimate، تمام؟ زي ما اتفقنا F1 بتساوي تي التيميت في البعد البعيد. البعد البعيد اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن مسافه من السنتر لاين لغايه الليج اللي هناك دي، اللي هو عباره عن ايه؟ لو المسافه من السنتر لاين لغايه هنا اسمها اي، وارتفاع الانجل كله اسمه ايه، يبقى البعد البعيد ده ايه ناقص اي، ايه ناقص اي على البعد الكلي اللي هو ايه، تمام؟ يبقى انا جبت الفورس في الواحد، ونفس الفكره هجيب الفورس في الاثنين. جبت الفورس يبقى انا هجيب الواحد افكتيف او سوري او ال1 اكتوال، ال1 الحقيقيه اللي انا عايزها عباره عن الفورس على ان في اس، ان هنا ب 2 لان انا عندي 2 انجلز، اس السايز بتاع اللحام في 5 في 0.4 اف ار، هجمع على الكلام ده 2 اس، اس في الاول واس في الاخر. طبعا دي مش ال افكتيف سوري، دي اللي هي ال اكتوال، دي ال النهائيه، تمام؟ اللي انا هقول للراجل روح الحملي الليج دي بطول ما يقلش عن 24.5 سنتي، تمام؟ هو ممكن يعملها 25 سنتي، اوكي. وبنفس الفكره جبت طول اللحام ال2 بنفس المعادله، بس انا هستخدم ايه؟ الفورس اف2. يبقى انا كده حددت طول اللحام، وقبليها كنت عامل اسيوم للسايز بتاع اللحام اللي هو الاس. طيب لازم بعد ما اخلص تصميم واحدد اطوال اللحامات اللي انا محتاجها ارسم الوصل. فلما باجي برسم الكونكشن بتاعتي، طبعا برسم الانجلز السنتر لاينز الاول، وبعد كده برسم الانجلز، وبعد كده بحدد على كل ليج من الانجل الطول اللحام اللي انا محتاجه. يعني انا من التصميم كنت انا محتاج طول اللحام هنا اهوت 62 مللي، هنا 84 مللي، هنا 50 مللي، هنا 62 مللي، ولازم اكتبهم على الرسم زي ما هو واضح كده، تمام؟ طيب الاول بحدد اطوال اللحامات اللي انا محتاجها، ولازم ارسم جاس بليت بحيث ان هو يغطي اطوال اللحامات دي، تمام؟ يعني ما ينفعش يبقى الطول ده اقل من 62 مللي، تمام؟ لازم يكون اكبر منه، تمام؟ فانا هرسم الجاس بليت، تمام، بحيث ان هو يغطي اطوال اللحامات. يبقى لازم الاول اوقع اطوال اللحامات اللي انا محتاجها، وارسم الجاس بليت بحيث ان هو يغطي اطوال اللحامات. طبعا شكل الجاس بليت زي ما اتفقنا، الجاس بليت ده يعني بيتم تصنيعه ان انا بيبقى عندي فيه لوح كبير وليكن متر في 8 متر، وابتدي اقطع منه الواح صغيره اللي هي الجاس بليتس. مثلا الجاس بليت 20 سم في 30 سم، 20 سم في 25، هكذا. فبالتالي لازم يبقى اشكال الجاس بليت شكل تقطيعه ما يعملش ما يهدرش.
فيفضل ان هو يكون مستطيل، ممكن يكون متوازي اضلاع، ممكن يبقى ترابيزويدال، تمام، فيبقى حاجه من الاشكال دي. تمام، نخلي بالنا ان انا هنا في اللور كورد دي، طبعا دي واصله ابر كورد ودي واصله لور كورد، نفس الفكره، رسمت السنتر لاينز، رسمت الانجلز، حددت الاطوال اللحامات اللي انا محتاجها لكل ليج من بتوع الانجل، رسمت جاست بليت، يعني انا هنا شكله اقرب ما يكون من هو الترابيزويدال، بحيث ان هو يغطي لي اطوال اللحامات دي. تمام، نخلي بالنا ان انا في اللور كورد هنا الجاست بليت انا منزله تحت شويه. تمام، ليه منزل الجاست بليت تحت شويه؟ علشان يبقى في عندي جزء اقدر اعمل فيه عمليه اللحام. بنزل الجاست بليت 5 مللي او 10 مللي حسب السايز بتاع اللحام هنا محتاجه قد ايه، علشان الحم الجزء ده ما بين الجاست بليت والزاويه بالسايز اس. تمام، في الوصله الابر، عند الابر كورد الوصله العلويه، الجاست بليت ما بقدرش اطلعه فوق علشان اعمل عمليه اللحام اللي ما بين الجاست بليت والانجل، بسبب وجود البيرلينز او الانجل، السيت انجل بتاعه البيرلين. فبعمل ايه بقى؟ بنزل الجاست بليت لجوه شويه بحيث ان انا اقدر الحم في الفراغ اللي ما بين الجاست بليت والانجل. بنزل بالجاست بليت مسافه اس اللي هي السايز عشان اقدر الحم في الفراغ اللي ما بين الجاست بليت والانجل. يعني بنلاقي هنا اهوت ده تو انجلز في الابر كورد، وهنا تو انجلز في اللور كورد. هنلاقي ان في الابر كورد الجاست بليد بتاعنا زي ما قلنا ما بنقدرش نطلعه فوق عشان بيبقى فيه بيرلين هنا اهوت، وبيبقى فيه السيت انجل، فبننزله تحت شويه، بننزله مسافه قد ايه؟ قد الاس اللي هي السايز بتاع اللحام، عشان احنا بنعمل هنا اللحام بتاعنا سبمرجد بالمنظر ده. تمام، بحيث ان انا احدد الاس بتاعت اللحام برضو سواء على الليج او على الجاست بليت. وهنا طبعا السايز بتاع اللحام ما ينفعش ان هي تزيد عن تي جاست بليت على الاثنين. تمام، لان يعني بيبقى عندي اس يمين واس شمال. تمام، يبقى ده اللي انا هقدر اعمله لو كان بعمل لحام ما بين الجاست بليت والابر كورد. اما ما بين الجاست بليت واللور كورد، لا، انا بقدر انزل الجاست بليت لتحت مسافه قد ايه؟ اللي هي السايز بتاع اللحام، ممكن انزل 5 مللي او 10 مللي على قد السايز بتاع اللحام او اكتر، حاجه بسيطه، وبعمل اللحام ما بين الجاست بليت والانجل في الكورد. شكرا.